tirando este gol de la cruz para las dificultades del público. السيد الكاتب العام كاتب الدولة للرياضة السيد عماد الجبري. والله أول حاجة الساعة نباركوا القرابة الجمهور ما شاء الله اللي جاء من بعيد سبحانه وربي سبحانه وصرنا كريت ما شاء الله روح رياضية رغم شوية تشنجات وإن شاء الله حظ موفق ترونج لهذه البطولة زادة كيني بي سبحان الله في العلالي وإحنا ديما برجالها والولاد الكل ما شاء الله ما قصروش اللي كلعب كل ما لعبش الكل ما شاء الله وربي مرة الكل كل ما نزلكم بلا نادي الولد أمير أول حاجة نجم نذبح قول الحمد لله يا ربي تعب بتاعنا مش خسارة بريمو دو بلوس الحمد لله نقولوا الحمد لله فينال معناتها تعدى في احسن في احسن اجواء فما معناتها لعب بزوز كيبات يعطيهم الصحة هما زادة عداو مقابلة سمحة معناتها تنجموا نقولوا زوز كيبات هذوما معناتها اليوم صناعة معناتها وراو اليوم اقوى كيبات في تونس حنا عملنا رجال وقريتا وربي وفقنا معنا باش جبنا الكوبا هذه تعبنا عليه برشا سي معنا الاولاد تقول تعبوا لكن قربة برجال ان شاء الله الربح الخسارة موجود احنا شامبيون ديجا ومبروك عليهم الانتصار وان شاء الله في السوبر كوب نتقابلوا ان شاء الله في السوبر كوب نفرحوهم قدرة رب والله انا لعبنا ماس عطينا عملنا اللي علينا الله غالب هما زي حاضرين خير منا نحن كملنا الماتش البارح مخر على الاخر هزينا الشامبيون حابين نكملوا بالدوبلي الله غالب هذيك هي كوره فيها ربح وخساره والله غالب يعطيهم الصحه هما ونحن اعطينا الصحه نخدمه من اول العام